موجز لاهم الانباء كنقدموه لكم من شوف تي في. اهلا بكم. علمات شوف تي في ان قياديين من حزب جبهه القوى الديمقراطيه كيدرسوا السبل الكفيله بالحفاظ على وحده الحزب، وهذا من خلال توافق على مرشح الخلافه الراحل تهامي الخياري. وكتسعى بشرى الخياري عضو الامانه العامه للحزب الى خلافه شقيقها تهامي، بحيث تحركت في الفتره الاخيره من خلال تكثيف اتصالاتها مع قياديين في الحزب، وهذا من اجل دعمها ومنحها التزكيه باش تحصل على زعامه الحزب. في خبر آخر، كتواصل وتيرة تدفق اللاجئين على المستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي بمخيم الزعتري في الأردن بشكل تصاعدي، بحيث بلغ عدد اللاجئين الذين تلقوا العلاجات في مختلف أقسامه إلى غاية البارح الأحد 112,080 لاجئ ولاجئة، وبلغ عدد الإجمالي للعمليات الجراحية اللي جرت بالمستشفى 584 عملية. نبقاو دائما في مجال الصحة، بحيث كيعاني 2.9% من السكان البالغين في المغرب من مرض الكلي المزمن، وأكدت وزارة الصحة أنه الأسباب الرئيسية لهذا المرض كتمثل في داء السكري وارتفاع ضغط الدم والحصى الكلوي، بناء على نتائج دراسة ميدانية استقصائية الأكبر من نوعها في القارة الأفريقية والعالم العربي، وظهرت أنه المسببات الرئيسية لظهور مرض الكلي المزمن موجودة عند من يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والمصابين بالسمنة. في الخبر الاقتصادي، قام البنك الدولي بتصنيف المغرب بين الدول الخمسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكي يظهر فيها بشكل واضح دور المرأة في الأسرة، وأضاف أنه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطت خطوة رائعة خلال العقود الأربعة الماضية لتضييق الفجوات ما بين الجنسين، لا سيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية. وأبرز البنك الدولي في تقرير له الحواجز اللي كتعوق قدرة النساء على صنع القرار والاختيار والقدرة على الانتقال والحصول على الفرص. في الخبر الثقافي، البارح بالناظور تم الإعلان على تأسيس الرابطة العربية لكتاب القصة القصيرة جدا، مع تخصيص جائزة عربية سنوية لهذا الجنس الأدبي المستحدث. الرابطة اللي غادي يكون المقر ديالها بالناظور مع تشكيل فروع لها بمختلف الدول العربية، كتهدف على الخصوص إلى التنمية الإبداعية لكتاب القصة القصيرة جدا، وهذا من خلال النشرات والوسائط الإعلامية المتعددة ومساعدة الأدباء في التعريف بهذا الإنتاج. بالخبر الثقافي، مشاهدينا كنطيب اوراق الموجز لكم، اطيب ارق تحايا من كل طاقم شوف تي في. الى اللقاء.